صمت دولي وتجاهل للمساءلة القانونية غطاءان يصعدان الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يوما بعد آخر، أحدث فصولها سقوط شهداء وجرحى بالرصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوة عسكرية مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما رفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 17 شهيداً منذ بداية العام بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المواجهات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين اندلعت فجر الخميس خلال محاولة سكان المخيم التصدي لعملية اقتحامه، وكعادتها أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها بحملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية نالت عشرات الشبان. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن اعتقال عشرة مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وضبط أسلحة وذخيرة، معلناً إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة. وتشهد الضفة الغربية منذ مدة توتراً متصاعداً تزايدت حدته مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تحاول بحسب مراقبي تصدير مشكلاتها الداخلية والتغطية على انقساماتها عبر تأجيج نيران المواجهات في الضفة الغربية، لتستكمل الحكومة الإسرائيلية بالعنف والانتهاكات ما شرع فيه أسلافها من الحكومات السابقة في سياسة ممنهجة تقول منظمات حقوقية إن بسببها شهد العام الماضي أسوأ أعمال عنف منذ أكثر من عقد في الضفة الغربية. يأتي هذا في وقت أعربت فيه بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء توتر الوضع في الضفة الغربية، محذرة من إمكانية انزلاقه نحو مزيد من الاضطراب والتصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.